يلا يا زوزو، يا نهار ابيض، احنا ينفع نسوق الطياره بجد؟ بجد؟ فين تعالي فين؟ سوقي لسه سوسه. معاك. واو، لحظه، ده احنا ينفع نغير المانيوال دي ونبدا نخليها ستارت. او ماي جاد، اللون اخضر، احنا فعلا نقدر نسوق الطياره. ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وفيديو النهارده يا ابطال يعتبر الحلقه 26 يا ابطال في سلسله خدع ماب البيوت تيك توك يا ابطال. اقسم بالله سلسله جامده قوي، وانا متحمس كل مقطع بتحمس اكتر، لان احنا يا ابطال بقينا بنجيب شخصيات جديده، وناس كتير بتقول لي بلال فين زوزو؟ زوزو اهي يا ابطال، عشان يعني وبرضك الناس بتتكلم زوزو دي يا ابطال اختي، تمام؟ ولكن يعني خلاص يا ابطال، يعني زوزو دي يعتبر ابطال الشخص الاساسي اللي نجح السلسله، وانا وهي كنا عاملين حاجه جامده قوي يا ابطال في المقاطع القديمه اللي ظهرت. بصراحه كانت سلسله جامده وعمري ما انساها في حياتي. ان شاء الله ابطال اللي جايه هيبقى ما جاش خالص حرفيا يا ابطال. اول ما ننهي السلسله دي ان شاء الله يا ابطال حرفيا هيكون في سلسله اجمد منها، صح يا زوزو ولا ايه؟ طبعا، بس يا ترى تبقى ايه اصلا السلسله؟ هتبقى اجمد منها. طبعا اكيد يا زوزو هتبقى اجمد منها. حماس يا زوزو. ايوه بقى، السكن قيموه يا ابطال، السكن تحت في الكومنتات لازم تقيموه. والله السكن فخم قوي يا ابطال. هاتي واحد روبوكس او اي حاجه. اصلا الحاجات دي مجانيه، مش إيه؟ روبوكس اصلا. بتهزري؟ اكيد. لا، جبتها من الماب. ابيض، جبتيها من الماب. ايوه ابطال، انا عارف الحاجات دي ابطال من مبات، وباين عليها قوي بصراحه، اللي هو يعني اللي هو مش بروبوكس يعني. ولكن يا ابطال خلينا ندخل دلوقتي على اول خدعه معانا. زي ما انتم شايفين يا ابطال، المفروض دلوقتي معانا اول خدعه، تمام؟ والمفروض اللي هو ايه اللغه دي؟ والله العظيم ما فاهم اي حاجه، ولكن واضح ان ده واحد يعني كده، ان ده والله ما عارف فرنسي باين. ماشي، المفروض اللي هو ابطال هيروح عند الطياره، تمام؟ وهيصغر نفسه على 9، لا مش 9 بس، هو صغر نفسه تقريبا اكتر من كده، تمام؟ بعدها راح الحمام. او ماي جاد، المكان، اوه المكان ده، تمام؟ ماشي يا ابطال احنا عارفينه، بس لا ماشي، لحظه ابطال نشوف حاجه تانية، تمام؟ خلونا نشوف. او ماي جاد، راح عند البرجر وجاب السرير. هتحط السرير فين يا مجنون؟ هتحطه على البوتاجاز ازاي؟ ثانيه يا ابطال، او ماي جاد، حطه فوق على المدخنه. ايه ده؟ يعني ايه ده؟ داخل جوه المدخنه. وات؟ خلينا يا ابطال نجرب التانية بسرعة. بقول لك يا زوزو بقى، المفروض احنا أول خدعة عملناها اللي هي في الطيارة، تمام؟ ولكن في خدعة تانية بقى هنعملها النهاردة، وهي عند التلفزيون. يلا بينا. تلفزيون؟ أنا مش فاهمة. طب تعالي تعالي بسرعة بسرعة يا ابطال، المفروض في مطعم عند مكان السينما ده يا ابطال، المكان الكبير ده، تمام؟ خلونا كده يا ابطال نطلع فين. أيوه هو ده يا زوزو، شوفي بقى عشان هتتفاجئي، تمام؟ لحظة يا ابطال، هو ما صغرش نفسه ولا عمل أي حاجة، ولكن وقف هنا. لا لا، جاب السرير يا زوزو الاول. ثانيه، نجيب السرير، نجيب السرير. ليتس جو يا ابطال. ماشي، خلينا نحطه هنا. ما اعرفش ليه حطه هنا. ايه ده؟ هو فعلا حطه هنا زوزو؟ انا عايز سيبيه، سيبيه بتاعي. يا الله، استني. ايوه كده، ايوه ايوه صح، انا كده، ايوه تمام. ايوه بعدين، بعديها ثانية يا ابطال، والله دخل جوه في المقطع. ثانية ثانية، دي فيك ولا ايه؟ لا ثانية، احنا نعمل كده. استنى، طب انا هقدر ادخل جوه الحيطة؟ لا يا مش كده، هو المفروض اللي هو نام هنا، تمام يا ابطال؟ بعديها بقى ايه؟ ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت نزلت جوه؟ انا دخلت جوه. طب ما هو ده اللي انا عايزه. ايه ده؟ طب ما طب نام على السرير بتاعي. ايه ده؟ وايه ده؟ او ماي جاد، ظبطت والله. ايه ده؟ انا كنت بعملها في الحظ، والله ما كنت اعرف اصلا الجلتش كان عامل ازاي. طب ايه رايك؟ ايه رايك يا زوزو؟ اوه الجلتش عجيب، انا اتخضيت والله يا ابطال، انا مش مصدق. احنا خرجنا بره المطبخ. لحظه يا ابطال، احنا دخلنا المطبخ. طب ثانيه، طب نامي على السرير بتاعي، دخلنا المطبخ. طب عادي، نلف نرجع تاني. سو ايزي يا ابطال، ليتس جو يا ابطال. جربوها وقولوا لي. يا جدعان والله خطيره، والله العظيم خطيره بجد. ايه الجمدان ده؟ يا نهار، روبوكس. انا اوزع معاك روبوكس برضك يا لهوي، والله العظيم يا ابطال جامده. ايه ده ماشيه؟ لا بصراحه ماشيه جامده يا زوز، والله يا ابطال فعلا. انا لازم يا ابطال عايزكم كلكم تجربوها حرفيا يا ابطال، بجد بجد خدعه جامده. موضوع ابطال السراير ده من اقوى الخدع دلوقتي في ماب البيوت، هو ده يا ابطال اللي احنا اكتشفناه بجد، وناس اجانب كتير قوي قاعده بتكتشف حاجات كتير. ومع كل تحديث يا ابطال هنلاقي ثغرات وخدع اقوى واجمد من اللي قبليها. احنا يعتبر كل مقطع بنجيب خدعه كده جامده غير اي حد. بصراحه بتوقع انه ممكن يشيلوا الحته دي كده ويكملوا المطبخ يبقى كبير لحد. اوه والله صدقني ممكن. توقعاتي. بس يعني انت تقصد الحاجات اللي مكان الفراغ ده ممكن يعملوا فيه حاجه؟ يعملوا فيه يعني يكبروا المطبخ يخلوه اكبر بكتير. اوه والله
من صح. التوقع ما شو متأكدة. والله ممكن يا أبطال، ولكن يلا فينا يا أبطال نخش على القرعة الثانية. طبعا يا أبطال مقطع النهاردة المفروض اللي احنا هنسوق الطيارة وانطي، ولكن في طرق كتير يا أبطال نقدر ان احنا اصلا نطير بيها، صح يا زوزو؟ اكيد طبعا، انا اروح قبلك اسابقك. لا لا طب استني، لا 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 ثانية عشان اقول لك حاجة واقول لأبطال حاجة. استني بس يا زوزو ما تروحيش. المفروض يا أبطال اللي احنا في طريقتين هنطير بيها، طريقة الطيارة اللي هو من المطار، والطريقة الثانية يا أبطال اللي ناس كتير يعني ما اعرفش في ناس كتير عارفاها ولا لا. يلا بينا يا زوزو عشان هنروحها دلوقتي. تمام خلينا نعمل كده. بيفكر ان انا مش عارفاه اللي هي حرفيا يا أبطال بتشوف. تعالي تعالي معايا. لا هي المفروض فين فين يا بلال؟ لا لا بقى عشان كده اسرع مني. هناك اهو، اجري بس بسرعة. الله تمام. المفروض يا أبطال هو المكان اللي فوق ده، حرفيا يا أبطال المكان اللي فوق ده هو يعتبر اللي احنا نقدر نطير منه ونشوف مدينة بروك هافن او ماب البيوت كلها حرفيا. يعني ايه يعني اي حد كده جديد في ماب البيوت وديه ركبوا المرجحة. لا هي مش مرجحة، ركبوا ال اسمها ايه، ركبوا الطيارة الصغيرة دي بصراحة لانها حاسها طيارة لعبة يعني عادية يعني صغيرة اصلا ومش طيارة وعامة زي عربية كده او كرسي اصلا بيطير. ايوه ما تحس انها حاجة كده عادية، ولكن يعني ده يعني الحاجة دي المفروض ابطال معمولة للناس الجديدة في ماب البيوت اللي هو عايزة تكتشف ماب البيوت تشوف البيت ده فين المزرعة. حرفيا ابطال ماب البيوت زي ما انتم شايفين يعتبر حد يجي يقول لي بلال دي صغيرة قوي، اقول لك بصراحة ايوه صغيرة قوي، ولكن زي ما انتم شايفين ابطال بوابة اللي هناك دي. بصوا ابطال خلونا ابطال نطلع دي كده ثانية. فين 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 انا عايز اشوفها فين. ثانية يا ابطال. ايوه اهي يا ابطال لو انتم شايفين يا ابطال البوابة اللي هي دي. ثانية عايز ايوه يا ابطال عند اليافطة اللي مكتوب عليها بروك هافن في بوابة بعدها. المفروض يا ابطال البوابة اللي بعدها دي المفروض اللي مدينة بروك هافن هتكمل. ايوه يا ابطال والله يا ابطال واثق 100% ان مدينة بروك هافن يا ابطال مش هتفضل كده بس، لا يا ابطال حرفيا المدينة دي هتكمل وهيبقى فيها حاجات كتيرة جدا، وهنتابع معاكم برضك يا ابطال. خلينا بس انا وزوزو دلوقتي نركب. يلا زوزو يلا بينا. دي اصلا كانت علامة عادي، نقدر احنا نغير الكلمة اللي مكتوب عليها بروك هافن. ايوه ما نقدر فعلا يا ابطال. لحظة خلينا نعمل كده ونشوف. او ماي جاد بص بص يا ابطال اهو زي ما انتم شايفين حرفيا انا قاعد بس بوري الابطال يعني زي ما انتم شايفين البوابة عاملة ازاي. البوابة دي حرفيا يا ابطال جامدة جدا، وانا متأكد يعني لان هم حاطين شريط اسود عليها فمتأكد ان هيبقى في حاجة يعني في النهاية. ولكن يلا بينا يا زوزو خلونا ننزل على المطار. تمام يا المطار. لا لا ثواني ثواني وانت فين اصلا؟ اه ثانيه زوزو فين؟ ايوه زوزو اهو تعالى ورايا. انا وراكو تمام. انا سامع صوت الطياره. بص الابطال دي المفروض اسمها الدرون زي ما انتم شايفين، ما اعرفش هتتطور امتى بصراحه. فتحت لنا الطياره، فتحت لنا الطياره بتاعت الشرطه. اه وطياره الشرطه برضه خليها ابطال ننزل عليها. دي اوبا ايوه بقى يا زوزو المفروض دي ابطال الطياره الثالثه، ولكن دي ابطال ببريميوم اللي هي النجمه. تمام اللي هي بروكس. اسوق انا معني اصلا مش محترف. لا اسوق انت. لا استنى انا مش عارف اعمل كده. ايوه تمام دي ابطال الطريقه الثانيه اللي احنا نسوق فيها طيارات اصلا يعني. تمام او نشوف بقى المدينه. الله عليكي طبعا زوزو السواقه. زوزو ايه ده انت عرفت؟ اقسم بالله انا دلوقتي انا عامل كده دلوقتي انا دلوقتي انا خلاص صدعت. زوزو لما اختك تسوق الطياره باختصار باختصار شديد عشان تعرف بس ان انا محترف في السواقه. طب احنا هنروح الشارع اللي هناك امتى ان شاء الله؟ لما نطير. لما نطير. طب انا عايز اروح الشارع هناك. طب اهو رحنا الشارع احنا لسه في نفس المكان. يا ده كده الموضوع ده محترف جدا. طب وبعدين يا جماعه هنعمل ايه؟ طب انا نفسي اروح الشارع اللي قدام بس بس دي امنيه حياتي يعني. على جنب يا اسطى بعد اذنك يا اسطى على جنب على جنب يا اسطى والله طب والله شايل بالك في ايه؟ والله ما فيش طيب اقسم بالله جامده. لا بس يا سلام يعني حضرتك اللي انت بتعمليه ده مش كويس خالص. وعلى جنب يا استاذ كفايه على جنب عاوز على جنب. لا لا على جنب والله ما كده هنموت كلنا. اه ايه ده ده على جنب ده؟ ايه ده اتشفطت انت راحت فين؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده او ماي جاد قمامة. وايه ده؟ ده تحديث جديد. انت تدخلي فيها؟ واضح كده اللي ده نقدر نستخبى فيه. لا ابطال ده في فيديو. ايه ده؟ ثانية يا زوزو ايه ده الحقيقة ده حطه كمان؟ استنى لو انا صغرت نفسي الحقيقة يا زوزو ده في كل حتة قمامة. ايه ده واو او ماي جاد يا سلام ده في المدرسة برضك يا ابطال. واضح كده اللي احنا نبقى نعمل عليها مقطع ده يا ابطال. حلو قوي الكلام ده. ونشوفك بتشتغل. اتحداك تعرف انا فين؟ اتحداك تعرف انا فين؟ اطلعي بنتي مشين. لا
لا يا زوزو بقى، يلا يلا عشان اروح الطياره. طب تعالى بس لا اقدم عند اتجاه المستشفى. لا زوزو يا جدعان كده، زوزو اقسم بالله مش عارف الاقيها دي كده. زوزو استخبى. زوزو المشكله انا وعديت بقى. أيوة. مشكله انا هنا، مشكله انا هنا، وانت عديت عليا ودخلت جوايا. استغفر الله العظيم. تعالي بس يلا الايربورت، يلا ابطال على دلوقتي مطار مدينه بروك هافن، ليتس جو عشان ابطال نجرب الخدع اللي جوه. قال فعلا هنقدر ابطال نسوق الطياره ولا لا؟ ليتس جو ليتس جو، يلا بينا ابطال. خل يا سلام باب اتفتح من غير ما اعمل اي حاجه. انا انت فين؟ انا هاخد الشنطه السفر. يلا بينا، يلا ابطال احنا مش هنسافر، احنا جايين نعمل جلتشات. اه ماشي، لا لا عادي، احنا كده جايين. هلا والله الباب اتفتح يا عيني، ما اتفتحلكيش. بس بس يلا تمام، يلا بقيت اسرع منك بمليار مره. بصوا بقى ابطال احنا هنجهز معانا السرير تمام، عشان جهز معايا من ثانيه ما تيجي هنا يا زوزو نعمل هنا. ايه ده ايه ده ايه ده ولا ايه ده ولا ده عادي؟ عملت حاجه هنا عجيبه. ايه ده انا عارف. استنى استنى، اوه الحمد لله كنت لا اوعى زوزو تقع الناحيه الثانيه. لا الحمد لله ما وقعتش. وقعتي؟ اه وقعت. لازم تاني تشوف زوزو. بص شايفاني؟ ايوه شايفاني. لف بقى الناحيه الثانيه، يلا حماس، يلا يا زوزو. مش هلف مش هلف. انت بتعمل ايه؟ في ايه ده؟ ايه ده؟ اوه هاكر. تعالي بص بقى ابطال، المفروض دلوقتي احنا راكبين الطياره، كنا اكتشفنا ابطال حاجه. تعالي كده يا زوزو، كنا اكتشفنا ابطال حاجه دي في الطياره. تعالي بس تعالي بص السرير ده، تعالي بس بص السرير. طب تعالي الاول، طب تعالي الاول. لا طب بص انت فين؟ ايه ده؟ مش دلوقتي السراير، خلينا الاول نشوف. بص كده يا ابطال، دي اول حاجه ابطال يعتبر اكتشفناها تمام، بنصغر نفسنا طبعا، شفناها في الخدعه الاولى دي ايزي وعارفينها من زمان تمام. خلونا بقى ابطال نكبر نفسنا تمام، ونشوف بقى نعمل ايه. ابطال على السرير تمام، اول سرير معانا النهارده. لا وهو استنى سريري. ايه ده الحياه ابطال يعني؟ نط طيب نط نط طيب اتحرك. لا لا مت انا كده، الحمد لله ما متش. واو ما متش. ايه هنا لسه هنا؟ لا 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 ما متش. انت عايزاني اموت ولا ايه؟ ايه ده؟ لا متي؟ لا 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 انا طب عايش. طب تعالي عايش. لا يا بجد انت رحت فين؟ اجي ازاي؟ بص من الشباك. استنى يا ابطال بص كده من الشباك، مش هشوف حاجه انا من الشباك. ازاي انا شايفاك؟ الو بتتحرك من الشباك ازاي؟ المهم الحقوني الحقوني الحقوني، انا خايف انط. يا ابطال نعمل كده ونعمل كده، خايف انط. ايه ده؟ ايه ده؟ لحظه يا ابطال، الشبابيك مفتوحه، احنا الناس اللي بره تقدر تشوف، ولكن الناس اللي جوه ما تقدرش تشوف. ادي خد يا ابطال، واقسم بالله لو نطيت لو مت هعيط. خايف انط. ايزي نطيت نطيت ايزي. خايف انط. نط عادي والله، انا عديت عادي الحمد لله. حماس. لحظة يا ابطال، هو واضح اللي فينا الالوان قاعدة بتتحرك في الطيارة، بصراحة ما اعرفش هو في ايه هنا، ولكن واضح كده ان الطاقة الطاقة يا زوزو الطاقة بوظنا الدنيا. الطيارة هتقع بينا، الطيارة هتقع بينا، محدش فينا. انا دلوقتي الكابتن، ليتس جو، يلا بينا يلا بينا طيار زوزو. طيار زوزو. ايه؟ مين اللي قلته ده؟ ماشي يلا بسرعة بسرعة. يلا يا زوزو الحمد لله كل حاجة تحت المهام. ايه ده كل حاجة تحت المهام؟ طب استني استني انا اسوق. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بسرعة بسرعة اديها طاقة تمام، عايزين نشوف العطل فين. انت وقعت ولا ايه؟ وات قول لي عايز اشوف. لا 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 ثانيه بقى، نجيب السرير. خش خش خش. لا خش في سريري. ماشي خش في السرير، هتشوف حاجه عجيبه. ايه ده؟ ثانيه انا بحاول اشوف العجيب، بس انا شايف حاجه غريبه. هتشوف في سما قدامك. ايه ده؟ يا طب ما هو الطياره هي ابطال يعني. بص يا ابطال، ما الطياره ايه بقى لونه ابيض يعني؟ ابيض ايه؟ ايه لونه ازرق ده؟ بحر ليه؟ انا ده بحر ده ليه؟ ده سما، ده سما. سما سماء سماء ازاي؟ سماء اسماء ايه؟ سماء صافيه. ايه اسماء؟ لحظة خلينا كده نقعد هنا اهو، برضك نفس الكلام يعني، يعني مش عارف يعني، دي سماء صافية يعني، انا مش عارف. خلونا نعمل ابطال السرير فوق، بوظنا احنا، بوظنا الدنيا خالص. السماء الصافية دخلت في دماغي. والله يا ابطال اكتر مبات انتوا برضك يعني مش عارفين ازاي المبات دي يعني، او المبات زي دي مشهورة قوي بسبب ابطال الجليتشات وبسبب افلام روبلوكس. طب يعني اللي بتكلم يا زوزو ايه الفكرة؟ ايه ده؟ هنا هنا. ايه ده؟ هنا نخش هنا؟ المكان ده حرفيا ابطال بتاع الاكل اللي هو بتاع المضيفات وكده. طب كويس، لحظة انا هحط هنا اهو. ما هو ده اللي بيقدمه منا. واو الو واو. شوفي شوفي حاسب اشوف ازاي. حماس نقفل عزوزو. ايوه بسرعه. واو يا ابطال لحظه. طب انا لا عايز لا لا استنى، افتح النور افتح النور. ليه 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 اهو؟ ايوه كده. لحظه ابطال انا عايز احط هنا السرير هنا زي بتاع زوجي.
يا عم كنت زوزو لازم تشوفي ده دلوقتي. قسم جديد يا ابطال في الطياره بجد. زوزو لازم تشوفي. هتسجن في بعض. انجزي ما بهزرش. ايه ده قسم جديد يا ابطال في الطياره؟ والله العظيم ممكن يا ابطال يعملوا هنا بوابه جديده. يعني المفروض يا ابطال البوابه هنا مكتوب كيتشن. اكيد يا ابطال هنا في بوابه جديده صح يا زوزو؟ اكيد هيعملوا كده. استنى استنى انا عاوز احاول احط السرير هنا. عايز احاول اعدي جوه. انا برضك. طب لحظه استنى. انا هشيل سريري. شيل سريرك. شيل سريرك. ايوه انا هحطه. لا بقى. لا لا حاسب بقى كده. بص انت عملت ايه؟ انا اللي عملته صح. عملته صح ايه بس ما دخلتش؟ انا المفروض ادخل. ايوه والله العظيم يا ابطال المفروض انط جوه ولكن واضح لو ايوه انا كده اقدر انط جوه يا ابطال بس برضك ما بيرضاش. طب حاسب كده. طيب حاسب. بص بص شوف انت كده يا زوزو والله العظيم يعني هتقولي انت المفروض هتنزلي جوه صح؟ ايوه انا عارف ما دخلت هنا مليون مره. ما انا ما عرفتش. مش عارفين ليه يا ابطال. طب ثانيه. طب ثواني كده. مش ممكن يا زوزو نعمل الجليتش اللي هو اللي احنا بندخل فيه لما يكون حد مبندنا من البيت او لا لا حاجه تانية اللي هو دي اللي ده فاكرها؟ عرفتها بس صعبه. يا صعبه. طب خلينا نعمل السر هنا. مش هتعمل هنا بس خلينا نجرب. خلينا يا ابطال نجرب. احنا دلوقتي خمسه تمام. نبعد السر كده هنا مثلا تمام. نعمل خمسه. ندوس خمسه ونعمل يلا يلا بسرعه ابطال. يلا يلا بسرعه 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 بسرعه. عاش يا ابطال. نقدر نقدر. والله يا ابطال كنت هدخل. والله بيبعدني. يا نهار ابيض يا زوزو بيبعدني والله. طيب انا هحاول ادخله. يلا نقدر نقدر نقدر. والله حاسس ان انا نقدر. يلا حماس 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 حماس. يلا بقى نعمل. لا 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 استنى استنى استنى. لو انا عملت كده. لا لا ايه يا ابطال مش عايز يعمل. ابطال حاسه مش عايز يعمل. عملت مثلا بحاول احط سراير. لا عايز السرير ازاي؟ كبر نفسنا. طب بص اهو. ايوه ده بس ده مش اقوى حاجه يا زوزو. لا اصبر. ماشي. بس انا كده عاوز نعمل كده. ده لا كنت هدخل. كده فهمت. طب لحظه. طب ممكن نعمل احنا السرير كده؟ ايوه تمام. اخر محاوله بقى. والله يا جدعان المفروض والله يا ابطال يعني قولوا لي تحت في الكومنتات مش المفروض ندخل يا ابطال؟ يعني انا مش عارف يعني المفروض كده ادخل. والله العظيم حرام بس والله بجد يا ابطال خدع. ايه اقول لك ازاي احنا مش عارفين ندخل؟ ايه بقى ليه بقى؟ علشان دي حيطه في كلها مليانه فاحنا بنيجي نخش هنا بنشوف انها مش حيطه لكن دي اصلا جواها حيطه. ايه ده؟ نخش جوا الحيطه؟ دي اصلا جوا حيطه. انا والله نفسي ما لاحظتش بس انا مش لسه ملاحظ دلوقتي. غريبه دي قوي يا ابطال. بس طب لحظه يا زوز احنا ينفع نفتح التلفزيون ده؟ ايه ده؟ اول مره والله يا ابطال افتحه هنا. واو التلفزيون يا ابطال بتاع المطار والله جامد. ثانيه دي انت اما تفتحه اضرب افتحه كل مره لما اقعد هنا مع اصحابي او اصدقاء مثلا. لا مش مش مفتحه ان شاء الله دي. طب لحظه هو ما فيش هنا يا ابطال احنا نقدر نعمل حريقه في المكان ده او كده؟ اكيد يا ابطال هيعملوا تحديث. ثانيه احنا هنا بقول لك ايه. كنت هدوس. اتخضيت. تعالي نقفل الانوار. تعالي كده نجرب حاجه تمام. عايزين نشوف لما نيجي نقفل الانوار ايه اللي هيحصل في في الطياره مثلا. ممكن تقع او حاجه تحصل فيها. هيناموا هيناموا الناس اللي بتسرق يعني. معلش عايز اجرب بس. نقفل خلاص يبقى الناس هنا يعيشوا في الحمام. لا نقفل كمان الحمام. ثانيه بس ثانيه انا عايز بس اشوف حاجه. وادي النور هنا. انا بس ابطال عايز اشوف حاجه تمام. المفروض يا ابطال شوفوا ابطال شكل الطياره دلوقتي عامل ازاي. او ماي جاد والله يا ابطال شكلها جامد قوي. عامله زي ما برعب. عامله زي ما برعب. لا مشكله ان السما واخدانا على قد جونا يعني. إذا حطينا السما لونها اسود بالليل. ده لا وكمان يا ابطال لما نيجي نفتح النور يا زوزو يعني انت والابطال وكده يعني المفروض اللي بيبقى لونها ازرق. افتح النور. بصي بيبقى لونها ازرق او باين لون السما. ايوه واو. بس انا مش شايفه اضاءه ليه؟ ما عشان مش فاتحين كله مثلا. طب احنا فتحنا كله هنشوفها تاني؟ ايه ده؟ هي هي. ايه ده؟ صح. هي البحر اللي احنا بنشوفه. لا. اللون اللي احنا بنشوفه. شوف شوف اللي احنا بالليل. ركز. ايه ده احنا اصلا بالليل. الليل جه. طب يلا بينا. يلا يلا بينا يا زوزو عشان دلوقتي يلا ابطال هنعمل الجوب كده. يلا خلاص انا هنركب دلوقتي الباراشوت. اصغر او كده. اصغر او كده. انا اسف. يلا بينا يا زوزو الطياره بتقع بسرعه باراشوت. يلا بينا. انا تحتك. لا الحقني. لا لا او ماي جاد الحمد لله. خلونا ابطال تحتك. ايه ده بجد؟ طب يلا ابطال ننهي مقطع النهارده واحنا دلوقتي في الباراشوت وبس كده. ابطال يعتبر مقطع النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم مقطع النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه ومعاك تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده وبس كده. يبقى جيمنج اكسوي سلام.